أنا ربيع الغنميين أبو محمد الشوبكي من منطقة الشوبك محافظة معان، أعمل في صناعة الصابون زيت الزيتون البلدي إلي 6 سنين. طبعا بعمل في هذا المجال، أخذت الدورة عن طريق مراكز الأميرة بسمة بالتعاون مع مركز البحوث والإرشاد الزراعي. بلشت بشغلة صغيرة، يعني كمية صغيرة من الزيت، واشتغلتها وكانت تجربة ناجحة جدا. يعني الأهل، الأقارب، صديقاتي، كلهم لما أعطيتهم من الصابون، يعني هم كلهم بالإضافة لأول واحد طبعا زوجي أبو محمد، هو أول واحد كان داعم إلي إني أبلش هالمشروع الصغير. رخصوا إلي منزلي، وهسه أنا بشتغل من البيت ومرخصة منزلي، والحمد لله رب العالمين شغلي ماشي. بدي أورجيكم طريقة عملها للصابون البلدية. زيت زيتون وصودا مبدئيا، طبعا هي نسبة وتناسب، فيها 3.5 زيت ونص كيلو صودا ونص كيلو مية. الصودا صارت باردة، يعني لازم إنه لما أضيفها تكون باردة باردة. طبعا هسه بعد ما نضيفها راح أضل أحرك ساعة كاملة. طبعا أنا هسه في المرحلة الأخيرة من التحريك، بدي أضيف أول إشي ماء الورد، بدي أضيف ماء الورد كمان بالتدريج عشان يختلط مع الزيت. طبعا هذا ماء ورد طبيعي 100%. هسه بس أحركه كامل مع الصودا والزيت، أتأكد إنه كله اختلط مع بعضه. بنضيف إيش؟ الكركم. الصابون هاي طلبية لسيدة بدها إياها بالكركم للبشرة لحروق الشمس. طبعا هي الطريقة المتعبة في الخلط، يعني كونها طريقة بالإيد يعني فبتتعب. فأنا إن شاء الله حابة أطور مشروعي، يعني أجيب خلاط كهربائي بيريحني، بيساعدني كثير يعني في الخلط. هسا هيك أنا أشوفها في المرحلة هاي إنها ما بتقطع، هيك صارت إيش جاهزة إني أصبها في القالب. صح مش هو المشروع الكبير كبير، يعني ساعدني، ساعد أسرتي، عندي طالبة جامعية بصراحة ساندني إني أصرف عليها كمان أكثر. يعني بصراحة حابة كل ست عندها مشروع صغير لو أنه صغير كثير كثير مصيره يكبر، مستحيل إنه يضل طول ما هي بتشتغل إلا يكبر مشروعها. يعني أنا مشروعي بصراحة بلش في تنكة واحدة زيت، هسه ما شاء الله يعني أحيانا بعمل تنكتين وثلاثة وأربعة. طبعا أنا بسوق منتجي عن طريق الفيسبوك، الواتساب، مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة بالدرة لصناعة الصابون بزيت الزيتون. فعن طريقها بلشت الحمد لله رب العالمين نشر منتجي.